خسائر جديدة بنحو 820 مليون يورو أعلنت شركة بيجو سيتروان الفرنسية لصناعة السيارات تكبدها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فيما تقدر الشركة قيمة من التوفير تبلغ 1.5 مليار يورو، رقم تعتزم تحقيقه إلى حدود عام 2015 لتصحيح وضعيتها. ويأتي ذلك قبيل إعلان الشركة عن تفاصيل شطب 8000 وظيفة على مستوى العالم. في الأثناء تجمع مئات العاملين في شركة بيجو سيتروان أمام مقر الشركة في باريس احتجاجاً على شطب الوظائف. حتى وإن كان هناك عجز فلا ينبغي للأجراء أن يدفعوا الثمن. لقد قبض المساهمون 2,700,000 يورو من فوائد الأسهم وربحوا 3 مليارات إضافية في البورصة عن طريق إعادة شراء الأسهم. وكانت بيجو سيتروان ألقت باللائمة في خسائرها على انكماش الطلب على السيارات في أوروبا والمنافسة من جانب شركات تعمل في بلاد ذات اقتصادات منخفضة الكلفة.